فيما يخص طلبات تدخلات حوالي 600 طلب تدخل، كانت معظمها طلبات استفسار، طلبات إعانة، خاصة كانوا هناك نساء حوامل تم نقلهم، نأكد لكم، بسيارات مصلحية تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، مباشرة تم نقلهم للمستشفيات. كما نأكد لك أيضا أنه تم بعد تلقي تعليمات من القيادة تاعنا تم فتح جميع الطرقات والمؤدية من وإلى المصحات ولا المستشفيات. حاليا مدينة قسنطينة طرقاتها راهي تشهد تحسن، والمواطنين راهم حاليا كما تلاحظوا باللي راهم خرجوا وراهم يتجولوا في المدينة ياخذوا صور بالتأمين، ورانا هنا نقوموا بالواجب بالنسبة لتأمينهم ولا اعطائهم يد المساعدة.